قيامة معناها محبة، وإذا كان الله ما كانش، أو إذا كان الله ما بيحبناش زي ما كان عدو الخير بيحاول إنه يقنع كل الناس وقتها إنه مفيش حاجة اسمها محبة، ربنا مش بيحبنا، ربنا مش معانا طول الوقت، ربنا مش بيسند، ربنا مش بيقوي، ولغاية دلوقتي عدو الخير دي رسالته الأولى في ودان كل واحد فينا. طب لو هو فعلا أوقات كتير ناس بتمشي وبتنساق ورا كلام إبليس، وإذا كانت القيامة معناها مفيش محبة، وما القيامة معناها إيه؟ الحقيقة أن القيامة قمة المحبة، أن الله بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، وهي دي الجزئية. الحقيقة أنه إحنا لازم نفرح بقيامة رب المجد يسوع، لازم نحس بانتصار كبير وانتصار قوي وعظمة الأيام اللي إحنا بنعيشها بعد القيامة. ولازم كمان احنا نقوم من غفوتنا، احنا كمان لازم نتغير من الانسان العتيق للانسان الجديد. كل حاجة فينا لازم تتغير نتيجة القيامة. احنا النهاردة معاكم في فقرة باكرا يا رب تسمع صوتي. بيسعدني وبيشرفني جدا يكون معنا النهاردة أستاذ شادي إبراهيم، خادم بكنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا بشوي بالمرج. صباح الخير. صباح النور يا فندم. منورنا. وخريستوس أنست. خريستوس أنست، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. احنا معنا النهاردة جزء من آيات أو من إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث آية 16 بالتحديد، بيقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. خلينا نتكلم على شكل القيامة وقد إيه القيامة كانت فعلا بتعبر عن حب كبير جدا فوق ما يتخيله أي حد وفوق ما حتى يتعبر عنه بأي وصف. إزاي ربنا بيحبنا قوي كده وإزاي إحنا نحس بالحب الكبير اللي ده لنا ربنا؟ طبعا اي انسان عزيز علينا او بنحبه نزعل قوي لو ضاعت منه حاجه غاليه، فاحنا غاليين جدا على ربنا خاصه ان احنا اولاده، فما يضيع مننا الابديه، ما يضيع مننا الفردوس ويغلق، طبعا احسن قلب ربنا جدا. فده اللي خلاه في القيامه اصبحت القيامه هي العبور. ممكن ما نقولش القيامه بس، ناخد البصخه كامله، لان القيامه هي عبور والصليب والبذل هو ايضا عبور. فبالصليب والقيامة عبرنا مرة تانية من الظلمة للنور، من الجحيم اللي كنا محكوم علينا بالجحيم، يعني أبونا إبراهيم، آدم، كل البطارقة في العهد القديم كان أصبح للشيطان سلطان، ومجرد ما يموت تزهق روحه وتذهب للجحيم مزبيا، لأن ده مش مكانها الأصلي. فإحنا انتقلنا كعبور بالقيامة، وكان ده سبب فرحنا بالقيامة طبعا، أني أعاد مرة أخرى بالشروبيم سيف لهيب متقلب يحرس الفردوس. لا، المسيح غير النظرة دي، هنعبر، هنرجع مرة تانية لمكاننا هو الفردوس. ده سبب أفرحنا بالقيامة طبعا، أعادت تفتح لينا اليوم تكون معي في الفردوس، نزل على الجحيم وسب سبيا ورد أبائنا البطاركة إلى الفردوس. دايما بنتكلم على الصليب على أنه قمة البذل، وبنتكلم على الصلب واللي شافه رب المجد يسوع وقتها وموته وقيامته وإحساسنا طول الوقت بالفرحة العظيمة بالقيامة، على أنها بتساوي كلمة بذل، بتساوي كلمة محبة، بتساوي كلمة الله اللي هو الله محبة. علشان إحنا بقى نعيش ده لازم نبقى فاهمينه كويس قوي، علشان إحنا عمرنا ما هنعرف نعيش فرحة معينة، حب معين، إحساس معين، إلا لما نبقى حاسين قوي وفاهمينه قوي. علشان احنا نوصل لده ونمنع عدو الخير انه يفضل يتكلم طول الوقت في ودان كل واحد فينا انه لا الله مش بيحبك، اعمل ايه؟ عشان اوصل للقمه دي ممكن اخد من سؤال حضرتك جمله، ان الصليب قمه البذل، احطها قدامي كمنهج هتحل لي كل المشكله. الصليب قمه البذل لان المسيح ليه كل المجد اختار الصليب مش طوعيه، ده الحكم السائد في الفتره الرومانيه، حكم عليه بالصليب. لكن في العهد القديم يقول لك ان المسيح ملك على خشب، هذا المزمور، المزمور الثاني ملعون من علق على خشب. فالمسيح بتعلق على عود الصليب، ازال لعنه الخطيه، حمل خطايانا في جسده. المسيح في الصليب نشوفه معلق،
معلق، إذن هو معلق في الهواء، كان ممكن يختار أي موتة تانية ما يكونش في الهواء، لكن هدف المسيح الأساس أنه يهزم رئيس سلطان هذا الهواء في مملكته. المسيح على الصليب سمر بإيديه الاثنين وقدميه بمسمار واحد، فأصبح الصليب في الأربع اتجاهات، رأس السيد المسيح له كل المجد فوق وإيديه ورجليه تحت، مشينا لأربع اتجاهات المسكونة عشان يقول لا أنا جايب الفداء وجايب الخلاص لكل المسكونة. المسيح على عود الصليب سمر، وفي كلمة سمر دي ممكن أبقنا كتبوا كتب، هسمر إيه؟ هتنازل عن إيه؟ هل أنا في سلطاني اللي أتنازل؟ لا، لكن لما أرجع للصليب أقدر أخذ السلطان من الصليب وأسمر عاداتي، شهواتي، خطيتي، ميولي، انحرافاتي. المسيح على الصليب حمل كل أسمنا وإدانا مفتاح للفردوس، وده يربطنا بالسؤال الأول، لأن مفتاح الفردوس أصبح هو الصليب. بعد الصليب عرف يردنا مرة تانية، أو قدرنا ننال خلاصنا مرة تانية. في الصليب حياتنا، زي ما بنقول في أعياد الصليب، في كل تماجيد الصليب، الصليب هو سلاحنا، هو قوتنا، هو رجائنا، هو علامة النصرة. حاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب ربي وإلهي يسوع المسيح. طبعا طيب، برضو عايزة أتكلم في نقطة أنه ما بيصدق عدو الخير يدخل كده في ثغرة من ثغرات حياتنا. فلما أي حد فينا بيتعرض لأزمة، أي حد فينا يتعرض لمشكلة، أي حد يتعرض فينا لضيقة، بنلاقي عدو الخير ما صدق يدخل في الجزئية دي ويقول لك أهو أهو ربنا ما بيحبكش. أصل ربنا لو بيحبك وأنت مفروض تبقى حاسس طول الوقت بأفراح القيامة، وحاسس طول الوقت زي ما أنت بتتكلم في القيامة، وطول ما أنت حاسس أنه في ربنا بذل نفسه عنك وبيحبك، كان ممكن ما يحطكش في ضيقة زي دي، كان ممكن ما يحطكش في وجع، كان ممكن ما يحطكش في ألم، كان ممكن يعمل حاجات كتير. ويفضل عدو الخير يتكلم كده ويدخل شوية قناعات جوانا، ويا سلام بقى لو إيه، لو اتحكم في شخص يفضل الشخص ده يقنع فينا طول الوقت. الضيقات والتجارب مفيش انسان مش بيمر بيها، وكلنا معرضين ليها. فاشكر حضرتك ان احنا تطرقنا لجزئيه زي كده. في اي ضيقه او في اي تجربه في منهج انا لو مشيت بيه هقدر اخلص، واقدر اقول لعدو الخير يعني بالمعنى الدارج كده شطب خلاص، انت مالكش مكان، انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي. يا ريت نصيرها في قيمه في ثلاثيه جميله. يعني انا لو تعرضت لضيق او لتجربه او لمشكله، او المعنى الدارج صليب في حياتي باعتبار ان احنا بنتكلم عن الصليب والعبور، ممكن اقول مبدئيا رقم واحد اصلي واتكلم. اصلي واتكلم ممكن الاثنين بمعنى واحد، لا اعمق شويه. اصلي هشارك في الليتورجيه، هدخل لقداس، هتكلم مع نفسي، اتكلم مع الله، واتكلم مع مرشدي، ارجع لاب اعترافي. ودي الخطوة الأولى، لو ما عملتهاش مش هقدر أوصل للتانية والتالتة. النقطة الأولى أصلي وأتكلم، خدت قوتي. وده علمهن داود النبي في مزمور 50، ادعيني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. يبقى رقم واحد المزمور 50 أدعو ربنا. أدعي إزاي؟ أصلي وأتكلم. صليت في كنيستي، صليت في قداسي، اتناولت، بدأت أخد تعزية، أرجع أتكلم بسرعة في مخدعي، متى صليت؟ فأدخل معدغك وأغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، وأتكلم مع أب اعترافي أو مرشد الروحي، خدت إرشاد، أقدر أتنقل للنقطة الثانية اللي هي أفهم. يبقى النقطة الأولى أصلي وأتكلم، النقطة الثانية أفهم. الأنبا بولا قال جملة كلنا حافظينها، من يهرب من الضيقة يهرب من الله. أنا بقى بدأت أفهم، فمش ههرب، أقدر أقف، أقدر أواجه. يبقى رقم واحد أصلي وأتكلم، اتنين أفهم. والحقيقة فعلا علشان نحقق رقم اتنين أو عشان نوصل للخطوة التانية، فعلا أنا مش هينفع أوصل لها، فهمي مش هيكمل إلا لو اتكلمت بمجهودي البشري، مش هوصل. بالظبط، عشان كده أنا قلت إيه، ادعوني في وقت الضيق أنقذك في تمجدني. ده كلام المسيح واضح جدا طبعا، وحدك لا تستطيع أن تفعل شيء، بدوني لا تقدر أن تفعل شيء. فالمنهج صريح جدا، واحد أصلي وأتكلم، اتنين أفهم. ولو فهمت هلاقي صوت قداسة البابا شنودة معلم الأجيال بالثلاثية الجميلة بتاعته، ربنا موجود، ربنا موجود، كله للخير، مسيرها هتنتهي. فعلا الضيقة هتنتهي، ربنا موجود، ده اللي بيصبرني في كل شيء. يعني ثلاثية واضحة جدا، ربنا موجود وكله للخير، كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. أنا حابب أختم معاكي بالنقطة الثالثة، السؤال ده يبقى رقم واحد أصلي وأتكلم، اتنين أفهم، ثلاثة هتعزى وهترنم. وهتعزى وهترنم ده الجمال اللي فيها. يعني لو شفنا مريم النبية وهيجي لوحده طبعا، دي نتيجة. أيوة. ممكن النقطة الثالثة نتيجة الواحد واثنين. بالظبط، النقطة الثالثة شفناها في تسبيحة من ألقي في جوف الحوت.
ايوه مين كان يتخيل ان يونان هيصلي وهيسبح جوه الفتيه الثلاثه، تسبيحه الجميله بنصليها في نصف الليل، تسبيحه مريم اخت هارون، تسبيحه كل من تعرض لضيق. لو خدنا بالنا ان المنهج ده طبقه شعب بني اسرائيل في خروجهم من مصر، تعرضوا لكذا ضيق، كانوا بيصرخوا يصوتوا الحق يا رب، يطلع موسى يتكلم يفهموا الضيقه دي ليه، تيجي التعزيه يرجعوا يسبحوا. سفر القضاه بالكامل يدور في هذه الثلاثيه. صحيح، جميل. طيب هنا في الايه اللي موجوده معانا الكتاب المقدس بيقول كده: لكي لا يهلك كل من يؤمن به. لما بنيجي نسال بعض السؤال ده، انت مؤمن بربنا؟ طبعا اكيد هيبقى الاجابه واضحه وصريحه ووقتيه ومن غير تاجيل ومن غير تفكير، اه طبعا انا اؤمن. لكن ممارساتنا اليوميه، حياتنا اليوميه، طريقتنا، صفاتنا، ما بنوصلش لمرحله اننا اصبحنا فعلا على صوره الله وعلى مثاله. فبنوصل لنتيجه انه عندنا ايمان داخلي اه، بس حياه التسليم والرجاء مش عايشينها بالمعنى الصحيح. انا عايز اوصل مع حضرتك النهارده للمعنى الحقيقي لكلمه الايمان. مين هم المؤمنين الحقيقيين بالله؟ وهو ده او هم دول اللي ربنا جه عشانهم؟ المؤمنين الحقيقيون هم صورة الله ومثاله، ملهاش اي تشبيه تاني. احنا اولاد الله، قدرنا نكون على صورته ومثاله، اذا حققنا الهدف اللي رب المجد يسوع تسامى فيه، انه اخلى ذاته وترك مجده ونزل للارض، شبهنا في كل شيء لكي يرفعنا، عشان يفكرنا بصورتنا الاولى. نحن خلقنا على شبهه ومثاله. وبعدين المبدأ الكتابي: سلمنا فصرنا نحمل. نحمل. أنا محتاج أصيغ سؤال حضرتك في إن يعني أولاد الله إزاي لا يشاكلوا أبناء هذا الدهر؟ تمام كده ولا أنا خرجت عن أيوة سياق طبعا. السؤال؟ لا لا تمام. طيب لو أنا أبناء الله إزاي لا يشاكلوا أبناء هذا الدهر وإحنا عايشين وسطيه؟ قداسة البابا حلها بجملة بسيطة جدا: أنا ما أقدرش أمنع طير إنه يطير، لكن أمنعه إنه يعشش فوق راسي. ودي الفكرة، أنا عايش وسط العالم لكن مش هخلي العالم يقتحمني. عيش جوايا، عيش أنا بمبادئي. طب إيه هي مبادئ الإنسان المؤمن المسيحي اللي تقدر توصلني إن أكون صورة الله ومثاله ولا أشاكل أبناء هذا الدهر؟ أولاً يكون ليه هدف. إنسان بلا هدف ده في العالم إنسان بلا قيمة. طب إنسان مسيحي رقم واحد يكون ليه هدف ثابت وهو الأبدية. هدف ثابت هو الأبدية. تحضرني قصة بسيطة عن حفيد وجده، بيقول له: بارك لي يا جد وانا نجحت في اعدادي. قال له: ممتاز. قال له: ادخل ثانويه عامه. قال له: برافو. بعد ثانويه عامه قال له: انا عايز ادخل كليه طب. قال له: شاطر. هتتخرج من طب؟ قال له: بعد ما اتخرج هفتح عياده. قال له: حلو قوي. هتجوز قال له: برافو. طب وبعدين؟ قال له: يا جد انت عمال وبعدين وبعدين. قال له: وبعدين؟ قال له: رساله وصلت، انا مسيحي. هدف الابديه، من خلال الهدف ده اقدر احط باقي الاهداف الثانيه. يبقى رقم واحد كل ليه هدف اساسي وهو الابديه. اتنين: اهرب من المعاشرات الرديئة. لان المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة. عشان نكمل الثلاثية بتاعتنا. وقبل ما انتقل للجملة التالتة، هنلاحظ الكتاب المقدس فيه امثلة كتير جدا لكل من هلك او ضاع او تعب بسبب المعاشرات الرديئة. صحيح. يبقى هدف اساسي هو الابدية، الهروب من المعاشرات الرديئة. تلاتة، ودي الاهم ودي اللي بنعيشها، بس يا ريت نعيشها مش نمارسها: أعيش الوسائط الروحية. آه صحيح، وسائط النعمة. صحيح. مفيش حاجة حفظت لنا الإيمان غير القداس في عصور مظلمة وعصور حالكة الظلام. الإيمان وصل لنا، ما كانش فيه كتاب مقدس لكن كان فيه قداس موجود، ما كانش فيه وعظ وسي تي في وأغابي والسوشيال ميديا اللي احنا فيها. طبعا أنتوا مشكورين، وصلتوا الكنيسة لكل بيت. مشكورك. لكن ما كانش موجود قبل كده. فإيه اللي حفظ الإيمان؟ الوسائط الروحية. صحيح. أنا كإنسان مسيحي لو اغتسلت باستمرار في سر التوبة والاعتراف، لو مارست سر الشركة، وعايز أتوقف شوية معلش مع حضرتك في سر التوبة والاعتراف وسر الشركة بس سريعا بعد إذن حضرتك. حاضر. سر التوبة والاعتراف وسر الشركة بيهم هوصل الأبدية بدون أي نقاش. لأن سر التوبة والاعتراف بيغسلني باستمرار، سر الشركة بيثبتني في المسيح، خلاص أنا صرت على صورته ومثاله. أيوه صحيح. أنا بشكرك شكر جزيل الأستاذ شادي إبراهيم، خادم بكنيسة القديسة عذراء مريم والأنبا بشوي مرج، نورتنا
وشرفتنا النهارده، ورساله حضرتك اتمنى تبقى وصلت لكل المشاهدين من خلال كلمات الكتاب المقدس. بشكرك ونورتنا، وخريستوس انيستي. خريستوس انيستي. مشاهدينا هنخرج مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل تبقى معانا الفقره القانونيه والفرق ما بين الشيك وايصال الامانه، وبيتم ازاي العقاب في الاثنين في الجنحتين، وان كانوا هما فعلا جنحه ولا جريمه، كل ما له علاقه بهذا القانون هيكون مع ضيفنا اللي هينورنا بعد الفاصل.